في إطار محاربة الجريمة عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني بزموري من الإطاحة بعصابة إجرامية وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. تعود الوقائع إلى معلومات تحصل عليها قائد فرقة الأمن والتحرير بزموري، مفادها وجود شبكة تنشط في المتاجرة بالمؤثرات العقلية. إثر هذا تم وضع خطة ونصب كمين، حيث تم رصد المركبة وإيقافها، وبعد تفتيشها أسفرت العملية عن حجز 13,029 قرص من نوع بريغابارين 300 ميليغرام، وتوقيف 8 أشخاص متورطين في القضية. سيارة سياحية هواتف نقالة تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بتهمة جناية الحصول وشراء ونقل والتخزين قصد البيع للمؤثرات العقلية من طرف شبكة إجرامية، تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب جناية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.